بكون يعني جزيل اقترب حتى يسمعك. بكون مشكور جدا اذا عم تنطم فيكم. انا اقترب جنبي اراك وتراني. شوف وجهك الطيب. الله يحييك. السلام عليكم. انا عندي سؤال. تم مره سؤال او تم سؤالي انا شخصيا من قبل فتاه المانيه مثلا وما عرفت الجواب وحبيت يعني استفسر في مدى شو صحه الجواب. يسعد لي فتاتك الالمانيه. لا هو بالفصل هذا بالفصل ما اعظم الفصول. يسال الطالب عن الماتماتيك والفيزيك والكيميك. على اي حال لست مدرس رياضيات بس قول ان شاء الله الله يستر. ليش حكم او ما هو حكم امامة المرأة في الاسلام؟ يعني هل يجوز للمرأة ان تؤم في الصلاة؟ واذا ما بتؤم ليش؟ هاي سؤال. والسؤال الثاني كان عندي هو نجيبه على السؤال الاول. امامة المرأة في الصلاة جائزة للنساء. تؤم المرأة النساء جائز أن تأم بأبنائها الصغار في البيت. أما أن تأم الرجال فلا يجوز في حال من الأحوال، فقد اختص الله سبحانه وتعالى الرجال بالإمامة إذا كانوا مختلطين رجالا ونساء، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الخلق. والحكمة لا نعلمها، الحكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن هناك مظان الحكمة، هناك مظان الحكمة التي نعتقد أنها قد تكون سببا. السبب الأول، غالبا ما يعترض النساء حيض أو نفاس، إذا جعلنا امرأة إماما فأبشروا في كل شهر بأسبوع عطلة لهذا الإمام، سنصرف له راتبا وهو لا يعمل. الأمر الثاني، كثيرا ما يعترضهن الاستحاضات وما شابهها وهذه القضايا، قل هذه مظن. أمر ثالث، معروف جدا أن المرأة فتنة. المرأة مهما كانت كبيرة السن، صغيرة، جميلة، قبيحة، لا يهم، المرأة فتنة. والنساء لسنا مستثارات كما أن الرجال مستثمر. الرجال تثيرهم أي يعني كما قالوا لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها زوق. ولذلك غالبا فالنساء مطلوبات ولسنا طالبات. المرأة من الصعب تطلب من زوجها أن يقترب منها، لكن الرجل يطلب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر النساء وقال إذا رأى أحد منكم امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن ذلك يخفف ما في نفسه للنساء، إنما غالباً الرجل إذا نظر إلى المرأة مهما كانت قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحد منكم من امرأة ما يعجبه فليأتها أو فليأتي أهله، استغفر الله، فليأتي أهله فإن ذلك يخفف ما في نفسه. وكونها تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان ليس معناه أن المرأة شيطان، هذا غير صحيح، لكن الشيطان يزينها، يعني في صورة الشيطان، يعني في صورة قد زينها الشيطان حتى تبدو القبيحة من أجمل النساء. وهذا كثيرا ما نراه هنا، تجد امرأة أمامك تشوفها الضفائر الحلوة الذهبية والجسم تفتن، فإذا مررت والتفت فإذا بها عجوز شنطاء عمرها 900 سنة قبل الميلاد، لكن إلى أن تراها تفتن بها. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا أقبلت في صورة الشيطان، وإذا أدبرت في صورة الشيطان. وليس هناك أعظم فتنة من أن أضع المرأة أمامي إمام وأنا رجل، فبدلا من أن أنشغل بالصلاة أنشغل بالفتنة. صيد. طب سؤال أنا. وصوت الرجل ليس بعورة، ليس معنى أن صوت المرأة عورة، صوت الرجل ليس مثيرا. لكن نجيب أن أي امرأة تتكلم كلمتين في أي مكان لا الرجال كلها فشفشة. صح ولا غلط؟ فهذه من فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فحفاظا عليها وعلي وعلى الدنيا كلها نحن جئنا للصلاة ما جئنا لنفتتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صوف النساء آخرها وشرها أولها، وشر صوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وكانت النساء تصلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصفوف. والحقيقة
عزل النساء عن الرجال في الصلاة بدعة. هذه بس إضافة. أن النساء يكون لهن غرفة لوحدهن في الصلاة هذه بدعة. الأصل في النساء أن يصلين خلف الرجال إلا إذا ازدحم المكان وليس هناك مكان. أما في الصلوات العادية حيث لا يكون هناك خلف كثير فالنساء يصلين خلف الرجال حيث ترى نسبة الإمام وترى المصلين ويقتدين أو يقتدين بالإمام وبالصفوف التي خلف الإمام حتى إذا قرأ الإمام مثلا آية فيها السجدة وسجد لم يركع. وأن هذا الأصل إذا سجد الإمام في آية من آية السجدة والنساء لسنا ولا أحفظ القرآن ولا أعرف أن هذا الموضوع موضوع السجدة ماذا يحدث؟ يركعنا. فإذا قام مرة أخرى يرفعنا من الركوع، فإذا ركع يسجدنا، فإذا قام من الركوع جلسنا الاستراحة، فإذا سجد سجد السجدة الثانية، فإذا قام انظروا إلى المصيبة العظيمة التي تحدث بسبب عدم رؤية النساء للإمام وهو يصلي. علاوة على ذلك أن سنة التصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا كانت المرأة لا ترى الإمام تصفق عليه وليش عرف هي إيش أخطأ سجد قام نزل طلع كيف ستصفق له. علاوة على ذلك أنها لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كانت النساء تصلي خلف الرجال. لماذا اليوم فصلنا النساء عن الرجال؟ كان في فتنة سبب نزول الآية يعلم الله المستقدمين ومنكم المستأخرين أن صحابيا هو صحابي كان يصلي في آخر الصفوف عشان يشوف من تحت ذراعه. كان في واحدة بحبها من خلف جميلة كان ينظر إليها في آخر الصفوف النساء. فنزلت الآية ومع نزول هذه الآية ووجود هذه الفتنة حتى في زمن الصحابة لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي النساء خلف الرجال. والله مش عشان خاطر واحد أنا خربان أخرب الدنيا كلها ورايا وألهي سنة وأميتها. لا صلي النساء خلف الرجال وهذا هو الحق. لكن بعد أن ينتهي تماما من الصلاة مسلم يذكر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام منك السلام. الدقيقة هذه اللي هي الأذكار القصيرة قبل آية الكرسي قبل التسبيح دقيقة كما ورد صحيح البخاري وردش دقيقة يعني ورد أنه كان يلبث هنيهة ورد عن مسلمة كنا نقول أنه يلبثها لا يلتفت ونهى صلى الله عليه وسلم أن ينصرف المأمومون قبل انصراف الإمام. يعني إذا الإمام متوجه للقبلة نجلس حتى ينصرف الإمام يقلب نقوم. هذه الهنيهة التي يذكر فيها الأذكار البسيطة يترك مجالا للنساء ليفارقنا يدخلن غرفهن أو يخرجن. فإذا كان هناك درس حق لهن أن يجلسن كذلك يستمعن الدرس. وجود الرجال بس يتقي الرجال ربهم سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى النساء ومش يجعلوها بقى هيصة وكيف كان محمد أنت عامل يا أم إبراهيم السلام ما شاء الله عليك محلوة يا أختي. لا ما فيها الكلام هذا الكلام بس الدرس. نعم السلام عليكم كريم نساء اليوم ما كملوا الصلاة كمان سلموا معي. هذه أحد الفوائد جزاك الله خير. شوف عندما يكون الإمام مثلا مسافرا ويقصر في الصلاة حدثت مصيبة النساء صلوا ركعتين ما شاء الله في الحضر ركعتين شيء جميل جدا جزاك الله خير بارك الله فيك الله على هذه الفائدة. هذا يدعم هذا القول ولا يهمنا ولو أن هذا كله لن يحدث كون النبي صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة شرعية تعلموها بارك الله فيكم قاعدة شرعية كل ما كان الداعي له موجودا والمانع منه مفقودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهو بدعه وفعلناه فهو بدعه. كان الداعي موجود موجود ايش هو خشيه الفتنه من رجال النساء وهو الذي قال يعني اشد فتنه على امتي من بعدي اخوف واخاف من فتنه الرجال على النساء او ايش الحديث بالضبط قال ما تركت بعدي فتنه أشد من النساء على الرجال. جميل. ومع ذلك لم يفصل بينهم بل جعلهم في نفس المسجد خلفه. خلاص نحن نقول وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن ما نخالف هدي صلى الله عليه وسلم إلى هوانا بل قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فنحن نفعل والخير كل الخير في هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك فوائد عظيمة جدا من وجود النساء في الرجال حتى تقع على النساء حتى المرأة اللي منهم بتصلي بالبنطلون صلاتها باطلة ها لما تصلي خلف الرجال هتستحي وتلبس جلابيب لما هتصلي خلف الرجال وهي متعطرة ولا متكحلة ومش اسمها متبرجة هتيجي من غير
ما تتبرج عشان خلينا من الرجال على الأقل اللي قاعدة تعمل دوشة في جوا وتتكلم وتقرقر لما تكون خلف الرجال تستحي وتسكت عشان ما تفضح الزوجة وإلى آخره. هناك فائدة عظيمة وفي فائدة أخرى مش عايز أحكيها عشان ما تخدوش علي الآن يعني تفضحونا بها في الإنترنت. كان عندي سؤال تاني اللي هو